بلاستيك كله عامل فيها مسخر بومباستيك مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها مستر بومباستيك هسألك دلوقتي خمس أسئلة في خمس ثواني إيه أكتر مثل شعبي بتحبه؟ ايه اللي في على امها تطلع البنت لامها هي دي او لا لا الشقاوه فينا بس ربنا يدينا يلا بينا يلا قاعد لوحدك كده سرحان الشيطان يوزك في سكه شمال يفضل يقولك العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا in 5 seconds اوصف نفسك بثلاث كلمات طموح بتعصب اوصف كيم كارداشيان في اربع ثواني حلوة فشخ بس كده خلاص هو ده بويز بوي عندك 5 seconds تقول لي اغنيتين بيوصفوك انت قوي ميجا ده طبعا ميجا ده بتاعتي فشخ أوكي. مش عارف ايه تاني تايمز اب اسخنت رومان ميجا نا ميجا نا جانا جانا انا يمكركم مانا يمكركم مانا سردي سيرا جاتا سيرا اخوكي ايه اكتر خمس اكلات عمرك ما هتاكلهم يعني خمس اكلات اقولهم لك بقى في خمس ثواني ازاي يلا عمري ما هاكلهم ضفادع تعابين كروكودايل عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراكس وتقول انا هبدأ اوه ماي جاد بقولي كده ورفعت البتاعة عادي انت عبيطي دلوقتي هنعمل حاجة اسمها The Spicy Challenge هيجي لنا احنا الاثنين اكل سبايسي وهيقعد يتدرج بقى في السبايسي بتاعه اوكي ولما تبقاش قادر تقول شكرا ايوه انا جاي اتفرج عليه يعني ولا لا هتاكله طبعا هتاكله وبعد كل شويه هيتدرج بقى كل شويه سبايسي سبايسي اكتر سبايسي اكتر لحد ما نقدرش ونصرخ اوكي طب ممكن اصرخ من قبل ما اكل لا 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 خلاص لا 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 ما نعملش كده يا محمد let's get started round 1 tomato soup حكوا على الناس فاكرين دي معلقة بجد دي بلاستيك عشان ما فاهمين بلاستيك اهي قشطة لسه في السليم اوه الافتر تيست باين المشكلة هي مش سبايسي المشكلة هي وحشة هي معقولة يعني حلوة في راوند 1 عليا بالنسبة لي راوند 2 ده الابيتايزر بتاعنا الشيكن وينج عليا خالص استغفر الله العظيم ناكل معايا كويس معايا مبسوط كفايه بقى خلاص كده راوند 3 انا اوريدي اصلا مناخيري سايبه ما انا ما بحبش سبايسي انت بتكذب على فكره والله مش بكذب انت بتكذب انت انا شايفاها ايه الحته الصغيره دي خطر بقى شايسه انت ليه بتعملوا كده يلا ناخد بايت كمان يلا يا وحش كبيرة بايت كبيرة عشان انت وحش ها لسه جامد قوي ها
ممكن ميه ما يعجبش لكم. خش على راوند فور. راوند فور مع نفسك. يا لهوي يا اما ممكن اعمل اي حاجه عشان الكشري. ممكن اعمل اي حاجه. يا لهوي انا طلعت فوقيه كده. هو ده الكشري اللي انا متعود عليه. بيبي بيبي هو 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 انا مش عارف انت بتاكليه ازاي ده مش عارف والله. يلا شفتي ملهلبه. بص طيب بص ليفل 5 طيب شفتك هتنبسط جدا. We can do this. We can do this. ممكن نفكر مثلا ان دي مثلا ايه طماطمايه مثلا معوقه. ريحته سبايس يعني. انا مش بحب اخسر في حاجه بصراحه بس وحيت. مش عارف انت عندكوش ميه هنا ولا ايه. انت لسه اكلتيش حاجه ما تحوريش. طب اهي انا لمستها بس. جميله جميله. باي باي. This is the fun part. Excited ليه على طول؟ في ايه؟ هنعمل pranks في الفانز بتوع. المهم ان احنا هنعمل دلوقتي pranks في الفانز بتوع مكاوي. هو من شويه حط على سناب شات وسال على انستا ستوري دي حاجه جديده انت لسه تعرفهاش. انا بعرفها انستا ستوري. سال على ارقام للفانز بتوعه قال لهم ان في سربرايز هنعمله دلوقتي حالا. هنعمل فيهم برانكس فيلا سكرول وانا اقول لك ستوب. في حد منهم اعرفه ينفع؟ لا ما ينفعش. سكرول سكرول سكرول. لا سكرول من غير ما تبص. فجاه لقيت واحده حلوه ولا حاجه عايز اكلمها. يا ربي يا ربي. دي مروه ولا مروان دي؟ ترى اهو طاب نادين. اقول اسم عادي؟ لا يلا كلم نادين. مش عايز اتكلم من تليفوني. ما بديش النمره بتاعتي. اوكي اوكي ممكن تليفون. 6 6. اوكي احنا بنكلم نادين. نادين ما ينفعش اقول النمره كلها بقى. انك كملها انا هنبتدي ان احنا عيد ميلادها وان كده. اوكي ماشي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nadine. Happy birthday to you. Hey Nadine. Alo. Alo. Hey Nadine. Ya Nadine. بجد يا Nadine. Nadine احنا مستنيينك تحت. يلا انزلي. هو انت مش عارفه صوتي بجد؟ ولا عارفه صوتي بجد. مش النهارده. ايه؟ مش النهارده؟ انت مش عارفه احنا مين طيب؟ مين معايا؟ السلام عليكم. الو ايوه معايا. تقول لها كده تقول لها يا مكاوي. ايوه هو انت عندك ثلاث كلمات الو وايوه ومش انا. لا يا نادين انت كده بوظت لنا البتاع. انا كنت عايز اكلم حد بقى ويدخل معانا في حوارات ويعمل كده. فصلت لنا الفقره يا نادين. مش ما تفهميش حاجه. يلا عايزه حاجه يا نادين؟ 10 6 7 بس 6 يا حبيبي. ما خلاص قلت تلات نمره. هو النمره فيها 11 نمره فهم اكيد مش شايفينها من تلات نمره يعني. مريم ما تقوليش بقى اسمها التاني. الو. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو مريم. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده انتوا مين؟ هاي مريم اخبارك ايه؟ انتوا مين؟ انزلي بس احنا مستنيينك تحت. انتوا مين؟ انت ازاي مش عارفانا؟ انت نسيتي بجد؟ ايه يا مريم يلا يا مريم احنا تحت. مريم مريم هي دي بتقول هي تاني راحت تنادي تنادي حد كبير. الو الو ايوه الو مريم. مكاوي. ايه مكاوي مكاوي مين؟ هاي مريم. ايوه انا مكاوي. عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن تغني بقى معانا هابي بيرثدي ليكي بقى عشان النهارده عيد ميلادك؟ النهارده عيد ميلادي خالص. هو النهارده عيد ميلادك. هو عيد ميلادك النهارده. ماشي خلاص هعتبره النهارده. يلا بقى غني معانا. يلا هابي بيرثداي تو يو.
هابي بيرثدي تو نادي مريم هابي بيرثدي ثانك يو باي باي بي سيف بعيد عن المخدرات معانا مستر ميكي بلاك ايز اه مستر ميكي عادت لك نمره دبي لا تكتبي ايه مفيش رصيد يا ماما سوري عبد ودود 011 4 7 7 سوري سوري ام براود هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو هانا جي هابي بيرثدي تو يو اهلين 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 عبد ودود كيف حالك تمام الحمد لله شو اخبارك عمه تمام الحمد لله انت انت معلق في حاجه جديده انت بقى طب يلا انزل عشان احنا مستنيينك تحت يا عبد ودود خلاص عبد ودود انت مش فاكرنا انا اللي تحرشت بيا يا عبد ودود اسمه عبد الجيد اصلا ممكن تنزل عشان احنا مستنيينك وفي هديه كبيره جدا مستنياك تحت تحت اه تحت تحت بيتك تحت بيتي مفيش حاجه لا بص كده بص كويس اهو كده مكاوي ايوه اه منور يا منور هابي بيرثدي تو يو تاتا هابي بيرثدي تو يو تاتا هابي بيرثدي تو يو يا مروان هابي بيرثدي تو يو انزل يا جميل الساحه الو ازيك يا مروان احنا مستنيينك تحت يلا تحت الو الشله كلها تحت على فكره مستنياك تحت البيت عند امبابي يا مروان انت عيد ميلادك امتى بجد شفت بقى شفت بقى انا ها شفت واللي عجبني قوي في مروان اللي هو بص هتلاقيه بعت لي كتب النمره وراح كاتب ايه انا هسيب ضميرك هو اللي يتكلم وضميرك اتكلم فاهم حلو حلو تحب تقول ايه لل... لل... للاسره والاولاد والماما بابا وكده احب اقول لهم بقى جامد فشخ بس انت هتقول لماما وبابا بتوعك من اللي انا جامد فشخ ليه That was so much fun yeah. ولسه معايا مكاوي دلوقتي معانا 18 مارشمالو هاية بحبك والتشالنج هنا هنشوف مين اكتر واحد يعرف يستف مارشمالوز في بقه ياكلوا يعني لا مش هناكله هنستفت في بقنا ما ياكلوش لو سمحت مش هناكله ماشي وفي الاخر خالص هنعد كام واحده فاضله في الطبق واللي عنده عدد اقل هو الكل اكتر واحد الستافت كراست اكتر واحد مش هناكله كده كده روح يا حبيبي اوكي ار يو ريدي ممكن نغني نص ممكن ماشي عشان انا جاي اغني اصلا واحده واحده حطهم واحده واحده ما ينفعش تحطهم كلهم مره واحده ايوه هتطفي هنا في كانك بتركن لازم اركن اركن سبعه في الدرس الشمال سبعه في الدرس اليمين اه ايه دي بتاعه كبيره اثنين بتاعه كبيره انا فاكر انا كنت عارفه كده يا عم انت بتتكلم ازاي؟ انا عايز اغني اغنيه انا اشرف التبيعه انا اشرف التبيعه حياتي انصاص وبيع نمر اجرار وحديته ما تعمليش وجاع اوكي نعد بقى اوكي كده باين 3 11 ايه 10 9 انت بتهزر صح؟ 11 اهو اهو 11 اوكي يا مكاوي وانا 14 فانت كسبت اوكي اوكي انا اشرف التباع حياتي انصاص ورباع لموا الاجره لوحديكوا وما تعملوا لي لا لا حط دول حط دول في بوقك وما تعملوا لي السجاير كام احسنت وصلت يا جماعه حد سكته حد سكته جايز لو عجبكم اللي انتوا شفتوه بليز سبسكرايب ادوها ثامز اب واكتبوا لي في الكومنت عايزين مين في الابيسود الجاي باي باي